السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ما قريت وشفت أخبار متنوعة على موضوع تنظيم الاتحاد الأفريقي لبطولة 2025 2027 اتضح لي أن انسحاب الجزائر الموضوع مش انسحاب، الموضوع أكبر من الانسحاب، موضوع كبير، موضوع كرامة. وفعلا بجد ما قريت ولميت كتير قوي من اخبار عن الموضوع ده، تاكدت من كده. وعايز اتاكد ان انت هتعمل لايك وتدعمني، اعمل لايك وادعمني عشان نفضل مع بعض على طول. نفسي استمر معاكم، لكن الدعم بقى قليل جدا. مفيش احداث منتخبات، ولكن اتمنى تدعمونا، ادعمنا لو سمحت. الاتحاد الافريقي طالب الجزائر بالعدول عن قرار الانسحاب، في نفس الوقت سريعا كده قال لهم لا ما تنسحبوش، وهنوعدكم ان انتوا تاخدوا تنظيم نسخه 2027. هنا الكرامه بقى، يعني انت يعني زي بتقول بتعاملنا زي الاطفال ولا ايه؟ يعني طب خلاص معلش هنديكم 2027. الجزائر اصر على نسخه 2025. الاتحاد الافريقي قال له لا خلاص هي راحت للمغرب. الجزائر اكد انسحابه بطريقه دبلوماسيه جميله، واخبارهم ان احنا يعني في العشر سنين جايين دول مش عايزين نعمل اي تنظيم لاي بطولات افريقيه او اي حدث افريقي في خلال العشر سنين دول. انا شايف ان تعامل الجزائر في الموقف ده، كنت في الاول لما يعني اول ما سمعت خبر الانسحاب جريت عملت فيديو قلت لا انا مش عايزك تنسحب وتمشي، بس انا عايزك تقول بتنسحب ليه، عايزك تقول الظلم اللي عليك ايه، عايزك. فطلع فعلا كل الاجواء دي اتعملت واتكلموا بصراحه وقالوا لهم احنا مش هنعمل 10 سنوات. وانا شايف مثلا السنتين اللي فاتوا دول شفت بطولات معموله، تصفيات في الجزائر للشباب، شفت ما شاء الله بطولة المحليين كانت بشهادة الجميع ان دي افضل بطولة اتعملت كانت في الجزائر. فانا من رأيي الاتحاد الافريقي خسر الجزائر، لما الجزائر مش هتخسر، الجزائر بابطالها والجزائر بولادها اللي في اوروبا. يا راجل ده احنا كل يوم بنسمع خبر عن لاعب جزائري بيتألق، فسمعة الجزائر في الرياضة جميلة جدا، ولكن الاتحاد الافريقي للأسف سمعته هي اللي كل مادة في الناس. ما تنساش تشترك في القناة وادعمنا بلايك ضروري. شكرا.